الفيديو الخامس من أساسيات لعبة هارتستون، يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، والنهارده الفيديو الخامس من اساسيات هارتستون. طبعا انا ليه بقول اساسيات هارتستون؟ لان السلسله مش هتخلص هنا، يعني انا بس بفهمك الفكره او ازاي تقدر تتحرك جوه اللعبه، وبعد كده انت تقدر تكمل، او مثلا هنشرح، هلعب اونلاين، هعمل كده زي ما عملنا في سلسله كريزي بارتي قبل كده. انا بس بديك الاساسيات اللي تمشيك تخليك تعرف تبدا اللعبه تلعب ازاي، وبعد كده ممكن بقى ايه نتطرق للحاجات الجانبيه، للمميزات اللي في اللعبه، للحاجات اللي من النوع كده يعني. خلاص، فدي فكره ما فيها، يلا بينا بقى نكمل. المره اللي فاتت انا شرحت لك الاول البراكتس وازاي تفتح الهيروز، واتوقع ان انت ان شاء الله تكون فتحتهم دلوقتي، ونشوف ايه اللي حصل جديد معانا في اللعبه. Battle.net row 1 column 2 Battle.net Battle.net اهوت play Hearthstone region Europe version 2.Hearthstone. لو خدت بالك انا رجعت الريجن ليوروب، خلاص انا رجعت بحساب الرئيسي، خلاص احنا دلوقتي حساب التدريب احنا خلصنا منه، ان اللي انت عايز تعرفه من التدريب خلاص خلص. نخش بقى في الجد دلوقتي. Hold on to your mug, we're in for a wild night. بموت في كلام الراجل ده. Main menu play rank 1 of 10. بص بقى، لما تفتح الـ المهمات بتاعتك دلوقتي، يعني دلوقتي لما انت فتحت كل الهيروز هيظهر لك ايه؟ انت اول حاجه كانت عندك مود، صح؟ لا، ظهر اتنين جداد، بلاي رانك وبلاي كاجوال. الرانك ده يعني ايه؟ انت لما بتبدا في اللعبه الرانك بتاعك بيبقى اسمه ابرنتس 40، ده الليفل بتاعك. ابرنتس 40 يعني ايه؟ المساعد 40، حاجه كده اللي هو ليفل اول حاجه خالص. كل ما تلعب اكتر كل ما يتقدم. تتقدم ازاي؟ عشان تعلى مستوى لازم تجيب 3 نجوم. 3 نجوم دول يعني ان انت تغلب ناس في الرانك مود. الرانك بيزودك، بيخليك ان انت في الرانك تعلى في الليفل، لكن فبتلعب فيه بالبطاقات الاساسيه، مش الاساسيه يعني، قصدي اللي موجوده في اللعبه من سنتين فاتوا. حلو. بلاي كاجوال دي كاجوال، ما بتعملش اي حاجه، بس بتلعب مع ناس اونلاين. طبعا الاثنين بتلعب فيهم اونلاين، بس الكاجوال ده بتلعب فيه كده، تمام؟ انت ونصيبك شويه. وبعدين بيبقى في اي مثلا ممكن تكون لسه اللعبه فيه نسخه منها، مثلا هو دي ال سي نزل من اللعبه، ففي بطاقات في بطاقات لسه جديده خالص ما فيش حد عارفها، فبتبقى هنا في الكاجوال يعني. وطبعا ما بتتقدمش. بص المود بقى، تعالى اوريك انا عامل ايه هنا. سولو ادفنتشر براكتس. بص بقى، بص اهو، خلينا ايه مش بس لخبطك. اهو عندي الهانتر ليفل 23. بص بقى، عندك هانتر وورير شيمن كله ايه بقى مفتوح. حلو. بص لما جيت اختار الديك بتاعتي شايف كله بقى مفتوح ازاي؟ ميج هانتر شيمن درويد كله فتح. ليه كله فتح؟ لان انا غلبتهم قبل كده، وكل ما بلعب واحد كل ما ليفل يزيد. بوك اوف هيروز عندي اهو. دي مهمه من المهمات. طبعا انا مش هقعد اوريك المهمات دلوقتي. He fought dragons to save me. He won every battle. But as I got older, I learned that he couldn't always be the same. استنى بس لما اخلص الدايلوج ده عشان عايز اوريك. بص بقى يا جدع، بص بقى دلوقتي انت لما خلينا نعمل بس ريتاير في الاول. عشان بس اوريك من الاول. لما تدخل في البيك اوف هيروز ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ هنا بيقول لك اختار البطل. خلي بالك هنا باساميهم. طب اجيب اساميهم منين؟ من الصفحه اللي فاتت. هنا جينا براود مور، هنا ريكس سير اللي هو الهانتر، فانا ادفنشر كومبليت. دي الادفنشر الوحيده اللي انا كملتها لحد دلوقتي. جراشل سكرين ده يوثر لايف برينجر اندوين، دول كل الايه الناس. نفترض انا هكمل القصه بتاعت جينا، فلو دوست انتر هيقول لي انتر تو ستارت. بص هتبدا القصه اهي. طبعا انا مش هشرح لك القصه ولا هلعبها معاك، انا بس بوريك تتحرك هنا ازاي. واحد من بص all things change. That is what magic is. كل حاجه بتتغير، ده السحر. تغيير، خلق، destruction، تدمير. But
Despite my command of it, I never realized how much change would affect me, the things I believed in, and the things I stood for. I was raised in Kul Tiras, but as my talent for magic grew, I wanted to study under Archmage Antonidas in Dalaran. You're on opponent number 1 out of 8. Adventure menu. Play 1 of 3. تمام. المهم دي قصة، فهي كل قصة لها أفكارها وقصتها وحاجات. قصة الهانتر جامدة، دي زي ما قلتلك دي اللي أنا ختمتها، فدي اللي أنا عارفه. والبالادن برضو تنين، مش عايز أقولك، ممكن يبقى تشوفها بعدين يعني. بس الفكرة كلها البوك أوف هيروز كلها بيبقى أنت بتلعب قدام تمانية، التمانية دول بيختلفوا في حاجات، ممكن واحد الصحة بتاعته تبقى زيادة شوية، ممكن تبقى في مفيش أي منطقية في اللعب، يعني مثلا إيه معظمه هيبقى عليهم أفضلية عليك في اللعب، يعني ده مش غش، بس هو عشان القصه تبقى حلوه. يعني مثلا في ناس عندهم بطاقات اقوى منك بكتير، يعني انا فاكر اخر واحد في الهانتر مثلا كان صحته كام تقريبا، كان 50 او 60 كمان، قد صحتي مرتين يعني، صحتها جميله. فهي دي كده يعني، انت بتغلب الثمانيه دول وبتتابع القصه، بس اهم حاجه وافضل حاجه انك تفهم القصه بتتكلم عن ايه، لان دي متعه اللعبه. فانت بتفهم كل شخصيه اتعلمت منين، افكارها جت منين كده. فبلاي هنا دي هتلعب ريدك هنا، ده كل الشخصيات انا بوريك هنا في الميدج، لكن طبقه على كل هنا بيقول لك الديك بتاعتك فيها ايه. خلي بالك ممكن يبقى فيها بطاقات مش موجوده في اللعب الاصلي، عادي ده للقصه بس. واحد مانا، واحد راش باد كراي جيف يور اذر مينينز راش اهو دي انا ما شفتهاش قبل كده. بص اللي هي ايه، انيميتد بروم ستيك، انيميتد بروم ستيك او المقشه المتحركه، يعني عارف انت المقشه بتاعت الساحره دي، واحد مانا بتاخد واحد مانا، واحد اتاكا واحد وديفنس واحد، بتجيب له كل المينز بتوع كراش، بتدي لهم كلهم القدره ان هم يهاجموا المينز دلوقتي، جامده جدا يعني. ف فراست بول اشوف انت كل حاجه بقى. فلو دوست بلاي هنا هدخل في الاولاني. طيب لو انا وقفت اللعبه، يعني لو انا هزمت مثلا، نفترض العدو الثالث او الابوننت الثالث في القصه، هيحصل ايه؟ كل الموضوع ما فيه، اللي هيحصل ان هكمل، يعني لو انا قفلت اللعبه ورجعت اخترت الاختيار ده تاني اللي هو البوك اوف هيروز، هلاقيه بدل ما يدخلني على الاختيارات هتلاقيه مدخلني هنا على طول، اقدر اشوف ايه التحديات اللي انا عملتها. هنا ريتاير ان انت تنهي القصه، تنهي القصه معناها انك بتنسحب. فلو انت حتى في الابوننت الثالث او 36، في 36 هم 6 بس، يعني لو عملت ريتاير بقول لك انت متاكد ان انت عملت ريتاير؟ اه بس كده. فكده ممكن تختار واحد تاني، بس طبعا زي ما بقول لك لازم تخلصهم. دي ماشي، خلصنا من دي، نرجع بقى خالص اهو. هنا انا عايز اقول لك حاجه كمان، هنا الاوبن باكس انا عندي باكس اهو، ما انت شايف ممكن نفتحها سوا. تعالى اوبن باكس، واحد كارد، واحد كارد 1 of 5، واحد كارد 3 of 5، هاف ميك بلود سيك، هاف ميكر 2 درويد، ثلاثه باي مينيون رير، واحد واحد. اصلا مش شايف حلو، خلينا اشرح بطاقه الميدج دي، لان انت تعرف دوره الميدج. ثلاثه مانا، سمنا 3 3 سنومان ذات فريزز اد بيلدز، الله حلو. فروست سبيل رير، واحد ستر، بريس انتر تو كونتينيو، كارد باكس 1 4، واحد واحد واحد. طبعا انا ممكن ابقى افتحهم انا بعدين لاني هقلب فيهم، بس ده مش موضوعنا، بس انا عايزك تتعود دايما انك تشوف. هنلعب دلوقتي بلاي رانك وكاجوال، ما تقلقش مش هسيبك يعني. عايز اوريك بس ايه، بص الجنرال هنا زي ما انا كنت بشرح لك المره اللي فاتت، بص عندك ريورد كليم 1 ريورد، لو دوست عليها 50 جولد، الكرنت ليفل 36 تمام، المره اللي فاتت كانت 1. خلينا نشوف الكويست. بص بقى انا عندي الديلي اهو والويكلي، فعندي الديلي ده بتاع النهارده اللي بدا من 12 بالليل بتوقيت مصر، فيرست داي اون ذا جوب دي كل يوم، ده ان انا افوز مره واحده في المرسينريز طبعا مش شغاله. عندي مهمه ثانيه ان انا افوز 2 جيمز في البوند، وده 1 اوف 2 تمام، ان انا افوز مرتين سهله. فانا لعبت مباراه النهارده، فانا ايه بقيت 1 اهو. ممكن دلوقتي احنا بنلعب تشوف في كويست جديده اهو هيضاف لي كمان 16 ساعه تمام، ده اللي فاضل في اليوم يعني، يعني على ما يكملوا اليوم الجديد فاضل 16 ساعه اليوم الويكلي اهو. بص اهو في عندي اول حاجه كويست في 3 ايام، طبعا هو بتاع مليانه بس انا خلصتهم، ما
فاهم؟ فاضل 3 ايام والاسبوع الجديد يبدا النهارده الجمعه. برضه كويست تاني لان انا خلصت الاثنين اهم. فاضل لي بلاد جارد ده. جولد بلس مش عارف ايه. لما تاخد 500 اونر بتعلى المستوى بتاعك اللقب يعني. 150 من 500. هقول لك ايه الباتل اونر دلوقتي بس يعني. المهم هي دي الفكره تمام. بص بقى البلاي خلينا نشوف. احنا طبعا هنلعب في البلاي رانك تمام. في حاجه مهمه لازم اعرف. القتال هنا مختلف كتير عن القتال هناك. ليه بقى؟ انت بتلعب قدام حد اونلاين. الاونلاين او سرعه النت بتاعتك بتفرق قوي في الموضوع ده. هي مش محتاج نت كتير بصراحه، بس يعني لو انت قطع النت بتاعك هتخسر. ماشي، دي حاجه لازم تفهمها يعني. كل مرحله كل لعبه بوقت، انت عندك وقت معين بتلعب فيه خلاص. فالوقت ده يعني لو الوقت بتاعك خلص الدور بتاعك بينتهي اوتوماتيك لوحده. لازم تعرف ده برضو لازم اقول لك قبل ما نبدا يعني. وانت بتلعب في حاجه انت بتاخدها اسمها باتل اونر تمام. لو انت فزت بتاخد نجمه، لو انت فزت مباريتين ورا بعض بتاخد بونص. فيعني بدل يعني المره الاولى بتاخد نجمه والمره الثانيه بتاخد نجمتين مش نجمه واحده، ده بيبقى اسمه ستريت بونص لو انت فزت مرتين ورا بعض يعني. بس فانت بتاخد 3 نجوم عشان تعلى الليفل اللي بعده خلاص. ده الفكره وما فيه. فبس الدول لو انت عملت دول مع حد في اف 4، لو لقيت واحد مثلا بيقول لك ان هو ايه يعني مثلا خلينا ندوس اف 4 كده ونشوف الناس. اهو احمد العريش اهو، طبعا هو ابرنتس 20، هو بيعمل باتل في الرانك ستاندرد تمام. فلاقي اول واحده خالص. فخلينا مثلا لو دوست عليه انتر اهو، هنا هتلاقي في سبكتيت او سند مسج. فلو دوست سند مسج اقول له هاي برو فلو دوست هنا سبكتيت هشوف المباراه بتاعته. بص خلينا ندخل. كويس قوي ان في حد بيلعب مباراه اصلا دلوقتي عشان اوريك. بص بص انا كده دخلت على مباراه. المباراه دي ايه؟ انا بتفرج على احمد، انا مش بلعب، انا بشوف احمد بيلعب ازاي. لو دوست سي الهاند ده اللي في ايد احمد، يعني اللي هو ايه اللي هو اللي يقوله عليا انا هو ده احمد. اشوف احمد بيهاجم. دول المينيون اللي عند احمد. سيلفر هاند ريكروت جي اوبوننتس مينيونز 1 افيشنت اوتو بوت 1 فرينزي ريدوس ذا كوست اوف كاردز ان يور هاند باي 1. وده اللي قدام احمد. بص احمد اهو يور هيرو. ده مش الهيرو بتاعنا، ده بتاع احمد هو. انت فاهم انت الفكره؟ هو لسه 30، واضح انه لسه بدأ الماتش. يور سيرفر هاند ريكروت. لو السيرفر هاند ريكروت بتاع احمد برضه، انت اكيد فهمت الفكره. لسه 30 هيلث. يوثر لايت برينجر واهو اسمه احمد العريشي. وده اللي يوثر لايت برينجر ده اللي هو البالادين، بس هو البالادين لما بيتطور بيبقى يوثر لايت برينجر. بالادين اهو الاينس. انا مع الهود، هو مع الاينس. شرحت لك ده في الفيديو اللي فات. يا بلطجة محمد نايت. احمد بعت له رساله اللي هو ويل بلايد. شوف احمد ايه نايت لوتنت اهو. ده اللقب بتاعه الوحش اللي هو جابه. انا لعبت قدام الورقه دي قبل كده. استنى هو العدو بتاعه ايه؟ 29 هو هورد برضه. فيرست سيرجنت ده لسه في البدايه يعني. ده اللي في ايد احمد اهو زي ما انت شايف اهو. نفس اللي بنعمله في المباريات بتاعتنا اهو. الهيرو باور بتاعت احمد اهي الايه؟ بيقول لك ان انت معاك صفر من 4 مانا برضه. ده اللي مع احمد. ده الهيرو باور بتاعت العدو برضه. لو دوست اس انا ما عنديش سيكريت برضه يعني. انت فهمت الفكره صح؟ فعادي ممكن انا اتفرج لحد ايه لما احمد يخلص المباراه بتاعته والدنيا زي الفل. فعندك هنا ليف وعندك اوبشن. هنا الاوبشن العاديه تمام. فانا هعمل ليف تمام.
كده ان انت تقدر تتفرج على حد برضو. لو الحد ده فاضي بيبقى الاختيار ده اسمه دول، فانت بتدوس على دول دي وبتلعب قدام الشخص ده عادي مباراة كأنها في الرانك، بس طبعا ما بتعلقش في الرانك ولا حاجة، هي تعلقش في اي حاجة صراحة. خلي بالك نقطة مهمة عايز اقولها لك على المهمات قبل ما نبدأ في الرانك، ان في مهمة مثلا يعني انت شفت المهمات دي ان انت بتفوز، في مهمة مثلا ممكن يقول لك ايه استخدم الهيرو باور بتاعتك مثلا 20 مرة، فعادي بيدلك، هو بيدلك من ضمن الادوار بساعه ما المهمه جات لك لحد لما تكملها، فلما تكملها هو بيقول لك انها خلصت. مثلا يقول لك ايه اسحب 30 بطاقه او اسحب 50، طب انت الديك 30، فلو سحبت 30 الدور ده الدور اللي بعده سحبت 20 فهو 50، او مثلا لو قسمتهم على 3 ادوار، يعني انت فاهم الفكره. بلاي رانك اهو، خلينا نشوف حظنا. تشوز يور ديك، استنى عشان ابقى برضو خلصنا كل حاجه معلش. اخر حاجه ماي كولكشن، بص انا عامل هنا باكجات بما ان انا معايا بطاقات كتير. انا طبعا هديك فكره ان انت تعمل ديك ده موضوع معقد. راز هنا ماي ديكس، اديت لو دوس ماي ديكس هلاقي اديت ديك او نيو ديك. فمثلا انا هعمل، خلينا نعمل نيو ديك. فبيقول لك انت عايز تعمل ديك او مجموعه البطاقات دي من مين؟ خلينا الهانتر عشان احافظ بطاقاته 100%. بريس انتر تو ستارت اهو. اه ده الكور هانتر يعني الاساس بتاع الهانتر. 30 بطاقه. فلو دوست عليهم انتر اهو. فهنا بيقول لك دوس انتر عشان تعملها اهو. اول حاجه اد كاردز سي ديك. احنا لازم نشيل ورق من هنا، واخد بالك؟ احنا معانا ال 30 فهم 30 كاملين، فانا لازم اشيل. لو دوست كل بطاقه مكرر مرتين، فلو دوست عليها انتر مرتين 28 اهو. 25 مثلا. طب انت مش تعمل كده، فلو دوست اد كارد فهنا جاب لي اول حاجه الهانتر، هو ذكي كفايه انه يفهم. فسيرفن بلوم ايه؟ صفر مانا. بتاخد ايه بويزنس من الفريندلي بيست، اللي هو يعني بتخلي وحش من وحوش مسمم. مسمم يعني ايه؟ يعني لو انا المينيون بتاعي ضعيف، ان شاء الله المينيون 1-1 وهاجمت على واحد 10-10 برضه احنا الاثنين هنموت ليه؟ لان المينيون بتاعي مسمم، فبيسمموا بيموتوا. تمام، ما بيسميش الهيرو باور بالمناسبه، يعني لو هاجمت على هيرو مش هيتسمم عشان عارف الدماغ دي. فالمهم ايه، لما بيجي لي بطاقات جديده وبفتحها بقدر اضيف من هنا مثلا اهو بقى 19 مثلا، عايز اضيف ورقه جديده اهو مثلا. انا طبعا انت هتقرا وتختار طبعا، انا زي ما قلت مثلا نفترض ان انا بضيف اهو. طبعا انت مش هتضيف كده، انا بس وريك تتعمل ازاي، لكن في فيديو كامل شرح ازاي تقدر تعمل ديك. بعد كده هتعمل لها نين سماها مثلا تيست. وهنا كوبي ديك لو انت عايز تنسخ الديك دي او حزمه البطاقات وتضيف حاجه ثانيه. ودان انت خلصت. المهم كده احنا خلصنا. انا طبعا عامل ديك بسماها مين بلعب بيها، معموله من الهانتر. ليه بقى اعملها؟ عشان مش عايز العب بالكور الهانتر، لا انا عايز ازود بطاقات على حسب خطتي انا. فاول تشيز يور ديك اهوت، انا لعبت، بص انا رجعت بره خالص. بلاي رانك تمام. ريد كورنت رانك ابرنتس 26 تمام، ومعايا نجمه واحده من ضمن النجوم. فلو دوست انتر اهو تمام باك. فانا عندي هول هانتر، انا خليني ارجع هنا. بص تيست اهي اللي احنا لسه عاملينها 24 كارد ليفل 23. طبعا هو ليفل 23 واخدها من الهانتر نفسه، بس انا هلعب بالمين ستاندر هانتر 23 ستاندر مين. وهي طبعا هو ما قاليش ان هي 30 لان هو الطبيعي ان هي تبقى 30، بس ان انت تقللها عن 30 ده هبل ما ينفعش اصلا، يعني 30 في حد ذاته قليل. فانا اخترت مين اهوت، هو دلوقتي بيدور لي على حد يلعب قدامي، ممكن لا ممكن افوز وممكن اخسر عادي جدا. فلو فزت باخد مثلا ساعات 20 او 40 اونر، الاونر ده اللي هي النقط، فلو خدت 40 نقطه بيزودوني. فاكر المهمه اللي كانت بتقول لك ان انا اجمع 500 نقطه عشان افوز؟ هي دي. بس هو لقى لي واحده حد اقدر العب قدامه. الله ده هانتر. هو اللي هيبدا الاول، فانا خدت انا البيتكوين. بص بقى بارشارك
سفانا هايمن. لا لسه بدري قوي على ده. نو ماشي، انا شلت ورقه واحده، هي دي اللي انا مش عايزها، من غير كده كله تمام. سكافنجينج هاينا حلو. بص هو اللي هيبدا الاول. اهو ميستري وينر واحد. خلي بالك دي مش بطاقه الهانتر، فهو برضه عامل باكج. كومن. بص انا عايز اوريك حاجه، لو دست على الهيرو بتاعك ودست مسطره بتلاقي فيه كلمات ممكن تكلمه. جريتينج مثلا. خلينا نلعب. العب بالبيتكوين بقى كده معايا 2 مانا. العب بالسكافنجينج هاينا دي. ايه اللي بيحصل لو انت خدت بالك؟ في صوت اهو هيقول لي اي هاف تو يوز كويكلي، فاضل 10 ثواني بس والدور يخلص. زي انا شايف الصوت اللي بيمشي من الشمال لليمين ده، بص لما يوصل اليمين بوم قرب يوصل درس عشان اول دور بس كده خلاص. شفت الدور بتاعي خلص لوحده ازاي من غير ما اكمل؟ فهمت؟ جي اكونت واحد ميستري وينر واحد باتل كراي ديسكفر ا سيكريت اثنين whenever friendly beast dies gain +2/+1 beast. دوره هو زي ما قلت لك انت دوست في الهيرو. خلينا بس ركز شويه. انا متخيل هي ايه. Secret. When your hero is attacked, deal 2 damage. A. You have 2 mana. Explode. Mailbox dancer 2. Isn't it? Mailbox. Barshark 1 of 5. Fella. Arriba. Can't be targeted by spells or... Barshark. والله هات البرشر. العب بال دي مثلا. انا عايز العب بدي. ماشي. حلوة دي. انا عارف البطاقة اللي معي. بس بص. هبهدلني دلوقتي. بص. اهو. ننهي دورنا بقى بسرعة. Your opponent drew one card. ده انسان مش اللعبه، واخد بالك؟ اه لو دوست اف هيقول لي اسمه. هو مع الالاينس. اه شوف احنا وريتك الورقه دي انا قبل. What isn't it? Rush. Emerald Tide. Hey, you have green headers. Mailbox. Barshark 1 of 5. Mailbox Dancer 2 of 5. Teacher. Isn't it? Mana. Mailbox Dancer. استنى انا عندي فكرة. Teacher. Headhunter's Hatcher. Mailbox Dancer 2 of 5. ممكن نلعب بص. الميلبوكس دانسر ده طبعا انا ضايفه كاستم. بيعمل ايه؟ بيديني واحد بيتكوين. او واحد كوين من دول. 1 mana. You play the coin. Hand. قمة السخافة انك تكون بتلعب اونلاين والناطق بتاعك يبوظ. تضيع وقت ابني جزمة ملوش اي معنى بصراحة. بي سي 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 بي بي سي 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 بي سي دي هارتستون. Greetings traveler. سي هاند تيتشرز بي سي سي بي اف. ما راح اعمل اي حاجة بس قبل ما تدور. كتير من اهو سلاح اهو. بس انا بقول لك اسخف حاجه ممكن تحصل في حياه اي انسان. انا لسه كل دول منين؟ عظمه كلهم ضعاف. Your opponent's Merlot Tide Hinder captured his mailbox. Both of you die. Your mailbox dancer triggered. Waffles targeted out of your opponent's hand. You suck them all here to power up. What? Emerald turn. Barshark 1 of 4. A. You have 4 mana. Emerald Sky. What's in 4 of 4? What? What? Emerald Sky. Teacher's pet. Barshark 1 of. Celeste Mon. Alibaba. Can't be targeted by spells or hero power. Egg. Oh, minion all. C. Emerald. Web spinner 3. What? What? Death rattle. Add a random beast card to your hand. Mission Hala Brakamin. Some web spinner. A shen lama be. V. لا اتاك انا شرحت لك كل ده قبل كده. طب مش هم حاجه ارجع للفيديو بتاعها معلش. ان الواد ده جامد برضه. استنى نشوف كده. هو الناطق بتاعي منه النهارده بيتغابى ليه؟
Your opponent played the coin. Opponent's minions. Please wait. Bear Shark 1 of 2. Your opponent used steady shot. Hero power deal 2 damage to the enemy hero. Can't be targeted by Bear Shark. هو المينيون. Opponent's minions. Abuse. Bear Shark 1. Eyeball. See. Emerald. Quick shot. Deal 3 damage. If your hound is empty, choose the target. G. Opponent. Abusive Sergeant. Bear Shark. Eyeball. Eleven. Bear Shark. Abusive. Bear Shark. G. Targeted by spell. Target. Message from Amidalorishi. Red current. Red. See. Abuse. Abusive Sergeant. Bear Shark 1 of 2. Abusive Sergeant. Bear Shark 1 of 2. G. Opponent. Abuse. Bear Shark. CG. That's not a valid target. Emerald. Quick. Emerald. Message from Khansama. Teacher's pet. A. You have 5 mana. Khansama. As a study. You summon teacher's pet. B. Bar Shark. B. F. Opponent 0. F. Your Bar Shark attacked your opponent 0. You, C. Quick shot 2 of 2. Isn't it mana? Quick shot. A. You have 0. B. Min. Web streamer. Teacher's pet. Web streamer. Cat. Teacher. F. Opponent 0. F. Your opponent 0. B. Your hero. B. Two hearts. F. F. Amidala Orishi. Spectating you. B. Web streamer 2. بس خلاص كده انهي دورنا. صعب قوي ان انا اركز في الشرح وفي رسائل احمد وفي التسجيل. The Rat King 1, 7, Kansa, Rush, Death Rattle. الله. Your minion dies. Turn B, Wah, Web Spinner. ملاش حاجة أغبى من ده شوية يا صديق. Web Spinner, Brilliant Macaw 2 of 2. ثلاثة, ثلاثة, Battle Cry. Repeat the last Battle Cry you played. C, Quick Shot, Bar Shark 3 of 3. Quick, isn't it? Quick Shot, Bar Shark 3. Emerald Sky John 1 of 3. ممكن أستخدم البطاقة دي. Opponents, 5, 1, The Rat King. Abusive Sergeant 2 of 1, 1, Abusive. ونرسى معايا اتاك. ستة وعشرون هيلث. سي. لا مش كويك شوت بار شارك. اثنين. ديل 3 داون. كويك امرالد سكاي. واحد مانا. سي. هاند. كويك شوت بار شارك. ثلاث. بار شارك. سامن ذا راش. اي. يو هاف 3 اوت اوف 6. سي. كويك امرالد سكاي. واحد. امرالد سكاي. كويك شوت. امرالد. اي. سامن ذا راش. اي. يو هاف 3 اوت اوف 6 مانا. سي. اثنين. كويك شوت. اي. سي. تشوز اف. اوبوننت اف. يو بلاي كويك شوت. دي. واحد. ويب سبينر. بي. تشوز اوبوننت. خمسه. واحد. ذا راش. النطق بتاعي جايب لي اجل مش سامع. يلا مش مهم عوضها. هو 9 هيلث عموما. بقى اميون كمان. Snake 4 out of 5. Bakker, let's go. Both minions die. G. Snake, the Rat King 1 of 4. Immune. Rush. Death Rattle. Both of them. Five friend minions die. Your opponent's snake died. Your opponent's letter working trigger. Your opponent's first trigger after blowing the top. Your opponent's minion died. Your opponent's letter working trigger. Your opponent drew one card. Your opponent's own scavenging Aina. Bring free whenever friendly base dies. G. Snake 2 of 5. Your opponent's left. 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 Your opponent's scavenging Hyena, A, Yus, G, opponent's minions, Khansa, Khansa, the Rat King. Scavenging Hyena 2, Khansa, Audible. C, Junk, Emerald Sky. Headhunter's Hatchet War. Jungle, Thalatha, Mana. B, you have, Thalatha, B, Emerald. Emerald, what, isn't it, Rush. Emerald, Jungle Panther 2, E, summon. You summon Jungle Panther. C, A, you have 4 out of, isn't it, Headhunter's Hatchet. Emerald Sky, Headhunter's Hatchet 1 of 2. Emerald Sky Top, what, Emerald. Headhunter's Hatchet. Play card. You have Headhunter's Hatchet. You're holding Headhunter's Hatchet. R. R. دلوقتي احنا نركز على الهيرو باور بقى بصراحة. B. اثنين. V. Two. F. F. You have your opponent's hero. You're B. Done. Jungle Pan. F. Khansa health. V. اثنين. Attack and 24 health. E. Turn in. انا لسه اقدر ازيه بالطريقة دي كويس. W. Emerald Sky Talon. Your opponent's the Rat King. Gain free attack and 3 health. اوه. هلاوي. Your opponent's Hello. Your opponent's the Rat King attacked your opponent. Your explosive trap triggered.
Your enemies took damage. لسه فاكر تشتغل دلوقتي. Your opponent's damaging time attacked your hero. Your hero took 5 damage. Your opponent is dead. Your power is damaged to the enemy hero. V. Your hero is named attacking 9 health. C. Dancing cup. Isn't it? واحد. Corrupt. Gain poisonous. R. Vector. You use strength. Your opponent is named V. F. Your hero attacked your opponent. C. Your opponent will die. يلا يا عم بلا وش بقى جالي ايه 40 انا رف اه بقيت ليفل 24 بص خلصت كويستا لان انا فزت مرتين ورا بعض فهمت الفكرة اهو ثلاثة مانا Apprentice 26 Quest progress toast. Earn 500 honor to be promoted to blood guard. Current progress is 190 out of 500. شفت بقى؟ هي دي كانت الفكرة. تمام؟ لو أنا زي ما قلت لك لعبت واحدة كمان هاخد نجمتين تاني. بس أنا أوريدي مش عايز أأفور في الفيديو زيادة عن اللزوم يعني. طبعا أحمد ما يعرفش إن طيب تعال ده أحمد بص اللي عايز أعمل دول معاه. بعمل كده استنى بعته بس. Apprentice, searching for an opponent. Apprentice 19. Amidala, challenge 1 of 2. Send message. Challenge 1 of 2. You can't challenge Amidala Orishi right now. Wait, send message 2 of 2. Alif. 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 Send message 2 of 2. لو اراها هنوريها يبقى انت اه لا خلاص دخل شفت friends 2 online I'm not apprentice 9 doing battle in ranked apprentice 9 I'm not Orishi challenge 1 send message 2 of 2 type a message خلاص بعدين بس ما بوريها لكم فيديو تاني مش مشكله حظكم المهم دي كانت الفكره كلها اللي انا عايز اوريها لك النهارده اظن احنا شفنا حاجات كتير قوي في اللعبه النهارده اطفي 4 نقفلها بقى احنا شفنا النهارده حاجات كتير قوي تمام دي معظم الحاجات المهمه اللي انت محتاج تعرفها في اللعبه خلاص دي حاجات زي ما انا قلت لك انا ما وريتهاش ليك زي الدول مثلا بس انت اوريدي خلاص عارف ممكن تعملها ازاي انا وريتك الشكل خلاص فالفكرة كلها ان انت بقى تلعب وتعلي الرانك بتاعك وتخلص ده وتخلص ده وتعمل فدي تعتبر اساسيات اللعبة فعلا خلاص يعني كده لحد دلوقتي انا اديتك الاساسيات عرفتك كل حاجة موجودة لحد دلوقتي تعمل ازاي والدنيا دي في حاجات اكيد ممكن نبقى نبص لها بعد كده اه طبعا في ممكن نبقى نخلص المهمة بتاعت ممكن مثلا نبقى نشوف البوك اوف هيروز او القصص نخلصها مثلا في شخصيات ممكن لو انت معاك جولد كفايه ممكن تشتري 3 شخصيات جداد انا شفتها في الستور بس لسه ما اشتريتهمش فبيخلي لك ان جينا دي بدلها يبقى راجل ميج برضو ففي شويه حاجات كتير كده في اللعبه يعني بس ايه دي الاساسيات الكور بتاع اللعبه زي ما بيقول فالخمس فيديوهات دول كده احنا خلصنا اساسيات اللعبه كلها الصرف اللي انت لازم تبقى فاهمها 100% قبل ما تبدا اي حاجه وبعد كده ان شاء الله هبدا بقى ايه اعمل لك فيديو اوريك ممكن تعمل ديك ازاي ممكن ان انت تعمل كذا تحديات حاجات زي كده تمام فخلص انت كده الاساسيات بالنسبه لك تمام يا باشا واتمنى ليك ان انت توفق باذن الله هتلاقيني طبعا سايب لك الاي دي بتاعي في الوصف بتاع كل مقطع من دول عشان لو انت عايز تبقى تلعب صداقه ونلعب سوا بالمناسبه الباتل دوت نت كمان في شات صوت وفي حاجات جامده جدا فيعني ممكن حتى لما ندردش كمان لو انا يعني لو احنا ضفنا بعض اصدقاء هنا والدنيا جميله يعني وقولي برضو انت عايزين تشوفوا ايه يعني انا زي ما قلت انا هكمل في السلسله دي برضو بعد كده ان انا اضيف لك حاجات تانية جديده حاجات زياده مش عارف ايه ممكن تمام ان انا مثلا اوريك انك تعمل بطاقات ممكن نختم واحده من البوكوفيروس في يوم من الايام حاجات كده بس هتبقى برضو كاجوال وتعليميه بس مش هتبقى ايه ضروريه قوي ان انت تسمعها زي دلوقتي تمام بس قولي برضو انت عايز ايه في التعليقات كانت سلسله جميله وانا شخصيا بحب اللعبه جدا ومن الالعاب اللي انا بلعبها تقريبا بشكل يومي ما بقدرش استغنى عنها لان اللعبه ضخمه جدا وكل شويه فيها تحديث وبيضاف حاجات جديده ودمار حاجه قبل ما انهي بس لازم تبقى فاهم ان الباتش بيتحدث كتير جدا يعني ممكن ينزل لك تحديث جديد للباتش كل اسبوع طبعا التحديث بيبقى 1 ميجا ولا حاجه فلما تران الباتش زي ما انا وريتك في الفيديو الاولاني هيحدث نفسه وهيظبط الدنيا بس كده اتمنى ليك لعبه ممتع لايك وشير وسبسكرايب واللي لو عندك عايز يعني ممكن تقترح انت السلسله الجايه قبل ما انا افكر في السلسله ممكن اعملها ممكن تقترح لي انت السلسله الجايه وبس كان معكم احمد سامي سلام عليكم وبشر